السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة لسن 1 في يونت 1 من كتاب المعاصر. هنحل اسئلة الدرس الاول في الوحدة الاولى من كتاب المعاصر. وقبل ما ابدأ معاكم في حل اسئلة الدرس، حطوا لايك للفيديو وشيروا الفيديوهات لاصحابكم وضيف اصحابكم للقناه. اسم القناه على اليوتيوب الانجليزي وجماله، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، اسم الصفحه تعلم بكل سهوله. عايزين القناه تكبر بيكم يا حبايبي علشان نواصل ونستمر. ونبدا في فيديو النهارده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اول سؤال بيقول لي read and spell، يعني اقرا وتهجى. السؤال ده طبعا لتثبيت حفظ الكلمات. بجيب لي الكلمة مكتوبة بالعربي والانجليزي، وبعد كده كومبليت بيجيبها لي في شكل اكمل، وبعد كده رايت بنكتب الكلمة كلها زي ما انتوا شايفين كده في الصورة. انا هقرا الكلمات معاكم تاني. بطيخة، ووتر ميلون. كملت الحروف وبعد كده كتبت الكلمة. موز، بانانز. دجاج، تشيكن. عنب، grapes. مانجو، mangoes. قصب السكر، sugar cane. ارز، rice. بطاطس، potatoes. بصل، onions. لبن، milk. طماطم، tomatoes. وجبة الإفطار، breakfast. خضروات، vegetables. بعد كده بقول لي listen and write true or false، يعني استمع واكتب صح او خطأ. دي قطعة انا بقراها وترجمها، ومن خلال رايتي للقطعة انتوا بقى بتفهموا اذا كان السؤال true or false. طبعا القطعة من الدرس اللي احنا اخدناه، يعني من غير ما اقرا القطعة هتبقوا عارفين الاجابات بتاعت الاسئلة. Number one, we grow rice in Egypt. نحن نزرع الأرز في مصر. True. ده الكلام اللي أخدناه في الدرس. وفي القطعة برضو اللي جاية في نهاية الكتاب الجملة بتقول we grow rice in Egypt. نحن نزرع الأرز في مصر. Number two, farmers raise chickens to get eggs and meat. الفلاحون بيربوا الدجاج لكي يحصلوا على البيض واللحم. True. برضو الكلام ده موجود في القطعة. Number three, our food isn't delicious. طعامنا ليس لذيذ. طبعا فولس، الطعام المصري معروف ان هو لذيذ جدا، يبقى فولس خطأ. بعد كده read and match A with B. هنا بقى توصيل. Number one, Egyptian farmers. هنوصلها بلتر D. Egyptian farmers grow rice, onions and tomatoes. يعني المزارعون المصريون بيزرعوا الأرز والبصل والطماطم. Number two, raise chickens. يعني تربية الدجاج is تكون عبارة عن إيه؟ تعرفها بقى to keep and feed them، يعني أن تربيهم وتطعمهم. To get eggs and meat، لكي تحصل على البيض واللحم. Number three, what food، ما الطعام. هنوصلها ب letter F. What food do we produce in Egypt? In Egypt. هنا بقول لي ما الطعام اللي بيأتي اللي بننتجه في مصر. ما الطعام اللي بننتجه في مصر. يبقى هنوصل number three بلتر F تاني. What food do we produce in Egypt? يعني ما الطعام اللي بننتجه في مصر. Number four, which food comes from. هنختار letter E. Our country. يعني ما الطعام اللي بيأتي من بلدنا. تاني number four هنوصلها ب letter E. Which food comes from our country. انا مرقمة زي ما انتوا شايفين كده، ممكن برضو نرقم ونوصل عادي. بعد كده read and complete the text with words from the books. اقرأ وأكمل النص بكلمات من المربع. هنا بقى علشان
نكمل صح لازم نقرأ ونترجم، لازم نقرأ كل جملة كويس جدا ونترجمها. Fruits grow in different times of the year. بيقول لي الفواكه بتزرع في مرات مختلفة على مدار السنة. We grow different kinds in Egypt. نحن نزرع أنواع مختلفة في مصر. Mangoes المانجا and watermelons والبطيخ grow in summer. بنزرعهم في الصيف. We get sugar from sugar cane. نحن نحصل على السكر من قصب السكر. هنا fruits are delicious. آخر جملة بقى الفواكه بتكون لذيذة. بعد كده بقول لي read the text and answer the questions. اقرأ النص فأجب عن الأسئلة. هنا بقى لازم نقرأ القطع كويس جدا علشان نحل صح. Read and write true or false، يعني اقرأ واكتب صح أو خطأ. Number one, farmers grow fruit only. الفلاحون بيزرعوا فاكهة فقط، طبعا false. Number two، أنا هقرأ القطعة وترجمها برضو علشان تبقى فاهمين القطعة بتقول إيه. هقرأ القطعة الأول. Farmers are very important for us. الفلاحون أو المزارعون مهمين جدا من أجلنا أو لينا. They produce a lot of food for us to eat. يعني هم بينتجوا الكثير من الطعام لنا لكي نأكله. They grow rice in Egypt. هم يزرعوا الأرز في مصر. They also grow vegetables. هم أيضا يزرعوا خضروات like tomatoes مثل الطماطم and onions والبصل. They grow fruits. هم بيزرعوا الفواكه like watermelons مثل البطيخ and bananas والموز. We can raise a chicken to get eggs and meat. نحن نستطيع أن نربي الدجاج لكي نحصل على البيض واللحم. كده احنا قرينا البسج القطعة وترجمناها كويس. أول سؤال بيقول لي read and write true or false، يعني اقرأ واكتب صح أو خطأ. Number one، farmers grow fruit only. الفلاحون بيزرعوا فاكهة فقط، طبعا false. Number two، watermelons البطيخ and bananas والموز are fruits، فواكه. True صح، يعني البطيخ والموز فواكه، يبقى true صح. بعد كده answer the following questions، أجب عن الأسئلة الآتية. هنا بقى بنطلع الإجابة من القطعة. Number three بيقول لي why are farmers very important. ليه المزارعون مهمين جدا؟ هنقول because they produce a lot of food for us to eat، لأنهم بينتجوا الكثير من الطعام من أجلنا لكي نأكله. Number four why do we raise a chicken. لماذا نربي الدجاج؟ ليه احنا بنربي الدجاج؟ To get eggs and meat، لكي نحصل على البيض واللحم. بعد كده reorder the words to make correct sentences، أعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. هنا أول جملة عبارة عن question، سؤال بيبدأ بكلمة استفهام، فعل مساعد، فعل أساسي، بيمشي واحدة واحدة. يبقى what do farmers grow، ماذا يزرع المزارعون. Number two دي جملة بتبدأ بفاعل وبعد كده فعل وبعد كده باقي الجملة. Egyptian farmers المزارعون المصريون produce بينتجوا many things أشياء عديدة. Number three mom's food طعام الأم looks delicious يبدو لذيذ. بعد كده choose the correct answer from A B C or from A B or C. Number one sugar cane is very delicious and sweet، يعني قصب السكر بيكون لذيذ جدا. وي حلو هو نوع من أنواع الحلوى، يعني مسكر، يعني من الحاجات اللي بنحلي بيها. Number two which food comes from our country، أي من الأطعمة يأتي من بلدنا. الإجابة رايس الأرز، جنب السؤال كده كتب لي الإجابة رايس. Number three farmers grow vegetables for us to eat. الفلاحون بيزرعوا خضروات من أجلنا لكي نأكلها. Number four we produce vegetables like onions and potatoes. نحن
ننتج خضروات مثل البصل والبطاطس. نمبر 5 chickens الدجاج كده جمع chickens give us eggs. هو كده كتب eggs فقط. طبعا احنا عارفين ان احنا بناخد من الدجاج البيض واللحم. ممكن يجيب لي الاثنين في جملة، ممكن حاجة من الاثنين في جملة عادي، ما فيش مشكلة. هنا جاب لي حاجة من الاثنين، يبقى chickens give us eggs يعني الدجاج بيعطينا البيض. بعد كده بقول لي رايت ا باراجراف، اكتب باراجراف فقرة انشائية of 4 sentences من 4 جمل using the following guiding elements مستخدما العناصر المرشدة. الموضوع بعنوان food in Egypt الطعام في مصر. جاب لي guiding words الكلمات الاسترشادية grow يزرع raise يربي produce ينتج farmers الفلاحون. هنكون الجمل Egyptians أو Egyptian farmers الفلاحون المصريون produce many things for us وينتجوا أشياء عديدة من أجلنا. They grow fruits هم يزرعوا الفواكه and vegetables والخضروات. We can raise chicken to get eggs and meat نحن نستطيع أن نربي الدجاج لكي نحصل على البيض واللحم. تاني هقول الباراجراف كمان مرة Egyptian farmers الفلاحون المصريون produce many things for us بينتجوا أشياء متعددة من أجلنا. They grow fruits and vegetables هم بيزرعوا الفواكه والخضروات. بعد كده We can raise chickens to get eggs and meat نحن نربي الدجاج لكي نحصل على البيض واللحم. يبقى احنا كده استخدمنا الأربع كلمات، استخدمنا grow واستخدمنا raise وproduce وfarmers. بعد كده بنكتبات علامات الترقيم التي في ذات والأبصر في إس وفي الآخر فول ستوب. يبقى هنا بنكمل الحاجات اللي ناقصة في الجملة. كده يا حبايبي أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشيروا الفيديوهات لأصحابكم، وتقولوا لأصحابكم على القناة يشتركوا فيها، ويتابعوا صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة علشان نواصل ونستمر وأنزل إن شاء الله كل المنهج على القناة والصفحة سواء شرح أو حل أسئلة الدروس. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.